فترة معايشة طويلة مع مستر كولر، مش طويلة قوي. يعني تقريبا شهر يعني طب شهر؟ لا او كويس اكتر من جدا شهر. يعني. يعني بس وبعد فترة المعايشة مباشرة كابتن حسام البدري انتقل من نادي في اللي تونس. كان شغال فيه في تونس الصفاقسي، وبعد كده دلوقتي اعتقد راح نادي الزوراء العراقي. الزوراء العراقي، وبالتالي اول حاجة عملها ان هو طلب كابتن احمد صديق معاه. طبعا يا كابتن صح الاول، الكلام ده ولا؟ يعني الاول طبعا سعيد بوجودي معاك النهارده ربنا يخليك يا حبيبي. وبالتوفيق دايما كده. الحمد لله كابتن، يمكن انا سعيد طبعا بحاجه زي كده. كابتن حسام اسم كبير جدا، طبعا وكان ليا الشرف طبعا ان انا اشتغلت معاه في الجزائر في وفاق الصيف. يمكن بس سفريه تونس دي ما كانش، انا كان عدم تواجدي او تواجدي، كنت في دبي كنت باخد دورات السيزون، ما قلت حاجه قبل كده. لكن الحمد لله لقيته، يعني كان في تواصل بيني وبينه دايما، لان انا على المستوى الشخصي كمان من الناس اللي بحترمها جدا جدا انا عارف كمان قبل ما تكمل، انا كنت عارف ان انت رايح فريق هنا في الدوري. والله يا كابتن. الحمد لله يمكن كان في اكتر من عرض بالنسبه لي في الممتاز به، مجموعه بحري مختلفين. ومجموعه الصعيد، وكان كمان مؤخرا كان في فرقه في مجموعه القاهره. لكن اولا ما اقدرش اتاخر على كابتن حسام، لان ده شرف ليا، وفي نفس الوقت بستفاد كتير جدا جدا على المستوى طبعا الشخصي. لان زي ما قلت لحضرتك، فتره الجزائر دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، استفدت من كابتن كتير جدا، وكابتن من الناس اللي بتدي مساحه في الشغل كبيره قوي قوي، فتبقى سعيد وتحس ان انت كل يوم بتتعلم حاجه وبيضيف لك حاجه. في ناس بتقلق اصلا، خلي بالك. في والله يعني لا في واحد يجيبك او كل حاجه بس ما يدكش مساحتك. لا، ما بص يا كابتن، انا عندي وجهه نظر في القصه دي بشكل عام. يعني انا بحس ان المدرب اللي عنده ثقه في نفسه برافو عليك، بيدي مساحه لاي حد يشتغل معاه، لان النجاح يا كابتن ما ينفعش، ما فيش واحد ينجح لوحده، دي صحيح. مجموعه. يعني ايوه ده وما عندوش 20 عين يعني، بالظبط، هما اتنين. لازم يبقى في بس هي الفكره كابتن، انا عندي ثقه، بالعكس هدي المساحه لكل الناس اللي شغاله معايا، صحيح لان هم بيساعدوني فانا بنجح، والنجاح بالنهايه بيبقى لينا كلنا. فالكابتن الامانه من الناس اللي ادتني مساحه كبيره جدا 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 في الشغل يا كابتن حسام، بجد والله. مش بقول الكلام ده، يمكن احنا على الهوا، يمكن انا مش بقول الكلام ده لاي شيء، الحمد لله. انا يمكن لا، انت خلاص كنا بنحكي انا وانت قريب من قريب اسبوعين جدا ثلاثة، كنا مع بعض كده، حتى بره بره الهوا يعني بره كنا. الهوا كنا بنتكلم. الكابتن من الشخصيات المحترمه جدا في الشغل، يمكن انا اتعاملت معاه وانا لاعب وهو مدرب، لكن كمان اتعاملت معاه ان انا كنت معاه في الجهاز. فانا سعيد جدا بوجودي معاه، ونتمنى التوفيق ويا رب كده تبقى خطوه موفقه امتى لينا هتسافر جميعا. ان شاء الله؟ يعني تقريبا ممكن في خلال اسبوع او 10 ايام في الحدود، ما اقل لسه من ما كده. بدأوش، لسه ما لا لسه يا كابتن، لسه اخر حاجه كان عندهم مخلصين الكاس، كان اخر حاجه من حوالي 10 ايام تقريبا. يمكن احنا شغالين من دلوقتي الحمد لله، يمكن باستمرار مع الكابتن بنشتغل بنشوف الفرقه هو وبنشوف. هنا كابتن حسام ولا مسافر؟ موجود، موجود هنا، موجود في وبنشوف مصر. بنشوف احتياجات الفرقه وبنشوف التدعيمات. فشغالين يمكن من اول ما الكابتن كلمني، واحنا بالفعل بدأنا شغل بشكل كبير جدا جدا. يعني حاطين عينيكم على حد في أهلي، في زمالك، في يعني اعتقد كان مثلا واحد زي ايمن اشرف كان، لا وفي والله انا يعني علي لطفي ايمن طبعا من الناس الكبيره، من اللعيبه الكبيره جدا، طبعا، وعلي نفس الكلام. شادي يمكن حسين بتهيألي اللعيبه دي يمكن اتنقلت قبل احنا ما قبل ما تروح. يمكن اكيد الكابتن لو الناس دي كان فيه فرصه انهم يبقوا متواجدين معانا لعيبه كبيره واسماء كبيره، وكانت اكيد هتبقى اضافه. يمكن بالفعل الكابتن بيشوف ناس في الدوري المصري وبيشوف لعيبه محترفه، لان طبعا نادي الزوراء من الانديه الكبيره في العراق، ويمكن اسمه كبير جدا. ونتمنى بس ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه تساعد النادي وتساعد الفرق. يمكن هم تقريبا بس الفتره الاخيره كانوا بعيد شويه عن الدوري، بقى لهم تقريبا 3 مواسم ما بياخدوش دوري. الشرطة تقريبا دلوقتي. الشرطه والقوه الجويه لسه واخده الكاس، فطبعا هو اسمه كبير جدا، فبالنسبه له بيبقى صعب جدا يقعد فتره بعيد عن البطولات. واعتقد كابتن مؤمن سليمان اللي كابتن لسه ماسك واخد كاس الشرطة. كاس العراق تقريبا مع القوه مع الجويه القوة من كام الجوية. يوم كده. فكل دي يا كابتن حاجات يعني بتضيف للمدرب المصري طبعا وبتساعد اسم المدرب. طبعا بالعكس كابتن حسام، كابتن مؤمن، تلاقي 3 4 اسماء يمكن برضو في المغرب. عندهم كابتن محمد يوسف برضو كابتن راح محمد يوسف فتره في العراق العراق شوية. بالظبط في الشرطه. كابتن طارق مصطفى في المغرب المغرب، عامل شغل وعامل شغل رائع، كويس كابتن جدا. طارق مصطفى واحد من فكل المدربين الهايلين، كل دي حاجات كويسه جدا يعني. كل دي ومؤمن وكابتن مؤمن طبعا. وكابتن ايمن الرمادي في الامارات فتره طويله. لا فكل بس دي رجع خلاص، انا بقصد يعني كل دي يا كابتن بحاجات او رجع لغايه دلوقتي. فطبعا انا سعيد جدا بالتجربه دي، ويا رب كده نبقى موفقين فيها ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله كابتن باذن يا الله. رب.